السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم واحد الحريشات بالطون والفرماج والزيتون، كيجيو غزالين بنانين وهشاشين. الطريقه ديالهم سهله، انتم البنات كيفاش كيجيو؟ شوفوا البنات كيجيو فنين هشاشين البنات، هانتوما شفتوا البنات شحال هشاش، هانتوما ما معجنين ما والو، كيجيو فنين. كنتمنى البنات يعجبوكم وتجربوهم، تابعوا الفيديو حتى الاخير وما تنساونيش ملي لايك ديالكم والتعليق. شكرا لكم. غنبداو على بركه الله. عندنا هنايا السميده ديال الحرشه، السميده تقريبا هنا عندي كيلو وربع ديال السميده اللي غادي ندير. عندي هنا خماره حمراء من فئه 8 الغرام، عندي الزعتر، عندي هنا الملحه والسكر سنيده، عندي هنا معلقه صغيره عامره مزيان ديال الخميره حبيبات، عندي معلقه ديال الثومه بودره، يمكن لكم تعودوها بالبصله بودره الا ما عندكمش ماشي مشكل. عندي هنا نص كاس ديال زيت المائده، عندي هنا جبلي، يمكن لكم تعودوه بالفرماج مثلث او فرماج ساندويتش اللي بغيتو اللي عندكم. عندي علبه ديال الطون، عندي زيتون اسود واخضر مقطع، كيبقى زيتون اخضر اختياري وكيجي فيها زيتون كحل زوين. وعندي هنا فرماج موتزاريلا، هذا انا بغيت نزيدو حيت كتعجبني ديك التعليكه ديالو. وها باش غادي نخدم انايا هاد الحريشات ديالي. نبداو على بركه الله، غادي نضيفو النواشف هما الاولين. عندي هنا الملحه والسكر سنيده، معلقه صغيره معلقه صغيره، وخميره حبيبات والثومه بودره. غادي نضيف هنا هذا الزعتر، انا غادي نحكو بين يديا. الزعتر يعطي البنة الحريشات زوينه. غادي نضيفو خماره وحده من فئه 8 غرام، وغادي نضيف انايا زيت المائده، غادي نخلطهم مزيان، وغادي نضيف انا معكم الماء بالكاس باش نقول لكم شحال من كاس ضفت. هذه البنات ما غادي تبسبسوها ما والو، عاديه غتخلطوا كل شيء دقه واحده. ضفت الكاس الاول، ضفت الكاس الثاني، هذا الثالث، وبعدين ندخلها بيديا باش نعرف بان السميده كامله تقاست بالماء. على حساب البنات، راه كل سميده كاينه اللي كتشرب لها سميده، كاين السميده اللي ما كتشربش. انا درت هنا 3 الكيسان وشربات ليا تبارك الله، ما تعجنوهاش البنات غير براس الاصابع. غادي نزيد انايا تقريبا شويه ديال الماء، ربع كاس ماشي ربع كاس، ثلث ديال الكاس الماء. بهذه الطريقه هذه البنات، غير باش نعرفوا بان السميده ديالنا كامله تبلات بالماء من التحت باش ما تبقاش ناشفه من التحت. دابا انا غادي نزيد فيها هذا الزيتون مقطع، ما غاديش ندير الاخضر، نحاول ندير غير داك الاسود.
وغادي نضيف هاد العلبه ديال الطون بالزيت ديالها، لان لحيت لها الزيت ما كتبقاش ديك البنه ديال الطون. انا غادي نضيفها هكا بالزيت ديالها، ونفتت هادشي وعاد نزيد بهذه الطريقه هذه. كنفتو داك الطون باش ما يبقاش طرفه كبار ويجي في جميع الحريشات. وغادي نزيد جوج معالق كبار ديال الجبلي، داكشي اللي بغيتو. غادي نزيد معلقه ثالثه، بس انا ثلاثه د المعالق. وغادي نحك شويه ديال الموتزاريلا، وعاد غادي نخدم كلشي. نبقى بهذه الطريقه هذه. تقريبا درت جوج معالق كبار ديال الموتزاريلا، صافي. وغادي نخلط كلشي. هنا في التخلاط ديالها خصكم تخلطوه مزيان باش يدخل، تخلط لكم مزيان. الطبق ديالي ها هو وجد. الحريشات جاو زوينين. كنتمنى بناتي يعجبكم، وشكرا على متابعه الفيديو. كنتمنى تخليوا لي شي تعليق زوين. شكرا لكم، الى فيديو قادم.